الشخص اللي راح أحكي لكم عنه اليوم هذا الإنسان سويت عليه أنا فيديو قبل. الإنسان هاد حرفياً أسوأ صانع محتوى موجود بالسوشال ميديا حالياً، لأنه أي مكان بيروح فيه بيعمل أذى. قبل الفيديو اللي سويته عليه كنت بحكي لكم كيف انسجن وما انسجن جد، يعني انسجن يمكن يوم وبالآخر طلع بكفالة بكل سهولة. هيك ببريطانيا بتقدر تسوي اللي بدك إياه وبالآخر بتدفع فلوس وبتطلع من السجن. من الأشياء اللي سواها من قبل أنه مرة مثلاً راح عند واحدة كبيرة بالعمر قاعدة بحديقة، سرق الكلب تاعها ومشي وصار يضحك ومبسوط كتير من هذا الموضوع. Hello. Hi. You got a nice dog. Sorry. You got a nice dog. She's lovely. She's yes. Family dog. Don't run away. Whole lot of gangs. We are side. We are side. We are side. Welcome to the fucking dog. We are side every single time. شوفوا كيف مبسوط كتير بعد ما سرق كلب من وحدة كبيرة بالعمر ما بتقدر تسوي أي شيء. مبسوط وبيضحك وفرحان زي كأنه عمل إنجاز جدا كبير. ومو بس هيك بيعمل، في أشياء تانية كمان عملها. مثلا مرة دخل على بيت حدا ما بيعرف مين هاد، هيك دخل على بيت بالشارع موجود. ليه فرحان كتير؟ هاي قبل ما يدخل البيت عمل هذا الفيديو انه هيك رح ندخل هلا على بيت ناس ما بنعرفهم. اوه ليتس جو. ميزي شو بتسوي؟ جيمس 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 هاي يمان فام هلو جيمس وي نيد تو سبيك تو جيمس جيمس هاي هاي از ذس وير ذا ستادي جروب از نو وات ذا نمبر از ذس نو Study group. Well, this is not a study group. We got kids, man. Oh, you got kids. Oh, sorry. Oh, I thought this was a study group. I actually thought. دخل البيت هيك زي كأنه ما في إشي، بعدين راح قعد على الكنباي لمدة ثانية شفتوها، عمل حاله وحش إنه شوفوا كيف أنا قاعد وحط رجل على رجل، هذا البيت مو بيتي بس أنا دخلت فيه وحطيت رجل على رجل وقعدت على الكنباي لمدة ثانية، شايفين كيف أنا وحش؟ شايفين؟ زنخ انت يا ميزي، زنخ بشكل مو طبيعي. الرجال بعدين حكى له انا عندي اطفال بتقدر تطلع لو سمحت، عم بحكي بادب واحترام. لو واحد تاني قسما بالله كان طخك. منيح انه هذا الانسان طيب. عندهم عادي لو واحد دخل على البيت بتقدر تطخه لانك انت هيك بتكون عم تحمي نفسك. فانت يا ميزي ما بس ممكن تأذي حالك بهاي الطريقة، وكمان ممكن تعقد المرة والاولاد الصغار لانه ممكن تنطخ ويشوفوك ميت على الارض. المهم أنا حكيت لكم أنه هو انسجن، ما انسجن، اعتقلوه هيك لمدة أقل من يوم وبعدين طلع بكفالة. المفروض من بعدها يكون اتعلم، لأنه كمان إجا كتير كراهية بالإنترنت بالسوشال ميديا. الكل قاعد بيحكي له أنت شو هاي الأشياء اللي بتسويها. المفروض يكون اتعلم، بس للأسف ما تعلم، لساته بيعمل نفس الحركات من جديد. مثلا داخل على محل سوبر ماركت وصار هيك يخرب كل الاشياء اللي قدامه. اي حدا بيقدر يعمل اللي بتعمله يا ميزي، بس في ناس عندها اخلاق، انت ما عندك اخلاق، فعشان هيك بتعمل هاي الاشياء وبكل ثقة من النفس وبتكون فرحان. بعد ما خرب لاحظتوا انه كان معاه رزمة فلوس، هيك شوية فلوس، وعطاها للرجال انه على اساس انا عملت كل هاي الاشياء بس بالاخر عطيتك فلوس. شايفين يا كاميرا؟ ها انا عطيت الرجال فلوس بالاخر بعد ما خربت المحل تاعه كله. طب مين رح يرتب من بعدك؟ الفلوس ما بتنفع، مين بده يرتب الخراب اللي سويته انت هلا بالمحل؟ الرجال حيرتب، الفلوس ما بتفرق يا اخي. يمكن الرجال ما بده فلوس، معاه فلوس، ليش هيك تدخل وانت وتخرب وتكسر الدنيا وتطلع وبعدين تبرر هذا الشيء انه ها اعطيته فلوس؟ فهذا يعني عادي، دامني اعطيته فلوس يعني هيك ما بتقدروا تنتقدوني اللي بالانترنت. انا شخص منيح يعني، انا منيح عن جد، بس بعمل يعني هيك اشياء عشان اصحي الناس. وعن جد هو هيك بيفكر للاسف، والله العظيم هيك بيفكر. هو بيفكر هاي الأشياء اللي بيعملها قاعد بيصحي الناس، إنه على أساس بس تسوي أنت هيك أشياء أنت قاعد بتمارس حقوقك كمواطن ولازم تطلع وتعمل اللي بدك إياه لأنك أنت مواطن حر. للأسف هذا الإنسان مختل عقليا،
ما بقدر أصنفك إلا بأنك أنت عن جد مختل عقليا. كمان من جديد شفت له فيديو منزله هو على تويتر بتفاخر فيه، يعني هذا الفيديو شايفين كيف أنا وحش، قاعد بنط من فوق رجال بتمشى بالشارع، الرجال هاد ما عمل أي إشي، قاعد بتمشى بأمان الله، وفجأة ميزي إجا من وراه ونط فوقه زي ما أنتوا شايفين هون. هيك أول إشي قاعد بغني وبيعمل حاله وحش، إنه شوفوني كيف أنا وحش. واو أوه ماي جاد شو وحش. ها نط من فوقه وأذى حاله الغبي، كل مكان بيروحه بيسبب أذى هذا الإنسان، عشان هيك هذا أسوأ صانع محتوى موجود بالإنترنت حالياً، وبيعمل هاي الأشياء المشكلة بكل فخر. في فيديو له شفته من جديد، شرطة إجت تعتقله لما شافته بالشارع قاعد بيعمل خراب، وهي الشرطة قاعدة بتعتقله، بتعرفوا شو حكى للشرطي؟ أنت بتعرف مين أنا؟ تخيلوا هيك، تخيلوا أنا مثلا أكون عامل إشي بالشارع، عامل جريمة، عامل إشي سيء، وإجاني شرطي بده يعتقلني، ليش هيك بتسوي؟ أجي أحكي له أنت ما بتعرف مين أنا؟ يا أخي أنا اليوتيوبر، يا أخي أنا مازن، أدخل أدخل اليوتيوب يا عمي. شو هذا؟ شو هالشرطة هالأيام؟ أدخل اليوتيوب أكتب مازن عندي 700,000، يعني أنا ما بصير تعتقلني، شو مالك؟ أنا يعني فوقكم، أنا فوق البشر لأنه أنا يوتيوبر. هيك بيفكر، حرفيا هيك بيفكر. مين بيحكي هيك لشرطي قاعد بيعتقل فيه؟ والمشكلة قاعد بينزل بتويتر أشياء غريبة عجيبة بتويتر، مثلا نزل فيديو بتويتر وبيحكي فيه إنه كيف ميزي اعتقلوه مرة تانية، الميتريكس بعتوا الايجنتس. أي ميتريكس يا ميزي؟ ميزي مين ميتريك؟ ما في حد كبير بده يجيك ويجيبك ويوقعك، أنت اللي قاعد بتوقع بحالك، أنت بتنزل هاي الفيديوهات الغبية الزناخة اللي بتنزله بالإنترنت والأذى، هو اللي حيوقعك، ما في حد بده يوقعك، هو على أساس ماشي على نظام أندرو تيت. تعرفوا كيف لما أندرو تيت إجوا اعتقلوا فجأة بدون سبب، ما عندهم أي أدلة، حتى البنات يلي على أساس كانوا هم الضحايا طلعوا 4 منهم يحكوا إنه أندرو تيت ما عملنا إشي، ما تحرش فينا، بالعكس أندرو تيت دائما بيساعدنا. فهو ماشي على هذا النظام، إنه زي كيف أندرو تيت لما حكى الميتريكس بعتوا الأيجنتس، إنه في حدا كبير بده يوقع أندرو تيت وعشان هيك اعتقلوا، نفس الشيء بيحكي على حاله. أنت اللي عم بتوقع بحالك، ما في حد من كبير بده إياك، ما حد داري عنك يا ميزي، لأنك بتسوي أشياء سيئة بيجوا الشرطة بيعتقلوك. فليش من صدم من هذا الموضوع وبتحكي إنه الميتريكس بعتوا الأيجنتس؟ شفت له كمان تويت تاني بيحكي فيه كيف إنه هاي الأشياء اللي بيسويها هي هاي أشياء منيحة، الأشياء يلي أنا بسويها هاي حقوق مدنية، هاي الأشياء هي اللي بتصحيك من جوا، دائما اتذكر إنك أنت إنسان، الوعي اللي موجود فيك حتى العلماء ما عرفوا لهلأ يفسروه، وكلام فاضي ما رح أترجم كل هذا الكلام، الكلام بضحك، اللي بده يضحك يروح يقرأ الكلام، بفكر عن جد الإشي اللي بسويه هو إشي منيح، إنه أنا هذا الأشياء اللي بسويها قاعد بصحي ناس. لما أعمل هيك أشياء أنا بورجي الناس كيف أنك أنت بشر بالآخر وبتقدر تسوي اللي بدك إياه. بس هاي مو ممارسة حقوق يا ميزي، هذه الأشياء اللي بتسويها أنت عن جد خراب من الآخر، خراب. لما تسرق كلب من مرة كبيرة بالعمر، شو هذا؟ هاي مو ممارسة حقوق، هاي أنت واحد زنخ. لما تدخل بيت ناس غربة ما بيعرفوك ولا بتعرفهم وتتحالى وتقعد على الكنباية لمدة ثانية تورجي أنك كيف أنت وحش، هاي زناخة، هاي مو ممارسة حقوق. لما تدخل سوبر ماركت وتخرب بالسوبر ماركت وبالآخر تبرر كل اللي سويته لأنك عطيته فلوس، هذا خراب. ما في إشي منيح من اللي بتسويه وما قاعد بتصحي حدا. هو عنده فانز لميزي، بس الفانز تعوم ميزي الأطفال، عرفتوا الطفل كيف لما أول ما يوعى على الحياة يصير يمشي ويصير بده يمسك هيك أشياء، بده يمسك أي إشي وبصير يكسر، فبيبعدوا عنه أهله الأزاز، بيبعدوا عنه الكاسات عشان ما هو يمسكها ويكسرها لأنه لسه طفل ما بيفهم، فبيشوف هاي الأشياء حلوة، لما يمسك أزاز ويكسره بيشوف هذا إشي حلو إنه أوه واو تكسر الأزاز. هدول متابعينك ميزي، ما في حدا تاني بيتابعك، يعني ما أتوقع في حدا واعي، شخص واعي فاهم يجي يحكي خليني أتابع ميزي. أوه أنا يا أخي بحب ميزي كتير، لأنك أسوأ صانع محتوى موجود بالإنترنت، ما بتسوي إلا الأذى، بتطلع وبتعمل أذى بكل مكان بتروحه وبس. فما عندك متابعين، معظم الناس يلي بيكتبوا لك تعليقات كلياتهم كراهية، بدهم يصحوك من الوهم اللي أنت عايش فيه، بتفكر حالك قاعد بتفيد الناس، ما في حد بيستفيد من محتواك يا ميزي، بالعكس أنت اللي بتسويه أذى، بأي مكان بتروحه بتعمل أذى وبتروح.
هذا ما فائدة، وهذا ما قاعد بتورجي الناس كيف انه عندها حقوق ولازم تطلع تمارسها، وما في حدا من الميتريكس بده اياك، ما في حدا كبير من الحكومات وهذا بده اياك. ميزي انت بتسوي اذى، فمشان هيك بيجوا الشرطة وبيمسكوك، مو لانه الميتريكس بعتوا الايجنتس. وبس والله انا حبيت احكي عن هذا الانسان، شفت الوهم يلي هو عايش فيه، انه حتى بعد السجن ولسه مستمر بهذا الموضوع، مستمر بالخراب. هاي هي القوانين هناك بالغرب، عادي هاي الأشياء ما بتعتبر جريمة فما بتنسجن عليها. يعني يسجنوه يا أخي أسبوع، أنا والله ما بتمنى السجن لأي حدا، بس يسجنوه أسبوع عشان بس يتأدب، مش يطلعوه كفالة كل ما يعتقلوه لمدة ساعة آخر شيء خلص اطلع بكفالة بعد كل هاي الأشياء اللي بيسويها هناك. حرفيا هيك الخراب عم بيزيد بسبب هاي الأشياء، إنه هاي الأشياء ما بتعتبر جرائم فعادي. وبس لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير، في أمان الله.